مش عارف ينفع البس جاكيته جلد وانا بعمل ريفيو لعربيه كهرباء صديقه للبيئه بي ام دبليو اي اكس 1 اكس درايف 30 اسمها طويل جدا. فمفروض العربيات الكهرباء صديقه للبيئه، مش عارف يعني احساسي بتلخبط ان انا جايب جاكيته جلد اقلعها اخليها اعمل ايه. تعالوا نشوف العربيه من جوه الاول هيكون فيها جلد. بصوا شايفين هو ده غالبا يعني ده غالبا لذرات، فمش عارف دلوقتي دي جلد ولا مش جلد، مش عارف دي جلد مفروض، مش عارف اعمل ايه. بس ما علينا، النهارده معانا الاي اكس 1 الاكس 30 درايف. يمكن غلطت في حته اسمها طويله قوي، بي ام دبليو اي اكس 1 اكس درايف 30. يلا بينا. قررت اخلي الجاكيته الجو برد برضو، ما علينا. طيب العربيه دي موديل 24 ودي جايه من الوكيل في مصر وثمنها 3.1 مليون. مواصفه العربيه 500 كيلو ازيد عن الاكس 1 الاحتراق الداخلي بالظبط في الوزن، اكتر شويه من 500 كيلو. الوزن الغير محمل بتاع العربيه دي اللي بيسموه انليدن ويت 2 طن 85، في المقابل الاكس 1 اللي كنت عملت لها ريفيو قبل كده اللي هو الشكل الجديد اللي برده كانت جايه من الوكيل كان وزنها طن 575. العربيه تعليق بتاعها منفصل طبعا في الاربع تركان، وكمان بيقولوا ان العربيه دي واخده الام سسبنشن الادابتيف المتغير مع كل نمط قياده. المواتير كهرباء العربية هنا all wheel drive، فيها موتورين كهرباء مش محددين كام كل واحد بيولد كام، قايلين الإجمالي بس بتاع المنظومة 313 حصان و 494 نيوتن متر. البطارية هنا اللي بتستخدمها 64.7 كيلو وات ساعة، البطارية الأصلية اللي هي الفول سايز يعني 66 وكسر. تفرق ايه عن الاكس 1 الاحتراق الداخلي؟ في الشكل الخارجي فروقات صغيره جدا، من ضمنها زي ما انتم شايفين عشان يميزوا ان دي كهرباء زي ما بي ام دبليو بتعمل دايما بيحطوا الاكسنس الزرقاء اللي من هنا، وده يجيب لنا برضو الفتحه حقيقيه من هنا، وطبعا الانوار بتاعه بي ام دبليو ال اي دي شكلها حلو في العربيه بحبها قوي، اتفرجوا عليهم بالمنظر الاجمالي كمان شكله حلو. ونيجي طبعا كالعاده عند الشبكه، الشبكة الضخمة اللي فيها كمان اللون الأزرق الجواني وعلامة I عشان تعرف إن دي كهرباء، حوالين علامة بي ام دبليو برضه بالأزرق عشان تعرف إن دي كهرباء. هنا الفتحات دي طبعًا ما بتفتحش، ودي وحدة الرادار زي ما أنتم شايفين في الحتة دي مخبيينها كويس في العربية. هل العربية فيها كاميرات 360؟ أنا مش شايف كاميرا أمامية خالص في العربية ولا في الجناب، ما فيهاش كاميرات 360، فيها كاميرا بس رجوع عادية، ولكن الشكل زي الاكس 1 العادية بخلاف الاكسنس الزرقاء اللي انتوا شايفينها. تعالوا اوريكم لو في حاجة برضو هنا تحت الكبوت، ما بيعملوش هم مساحة تخزين بس تعالوا برضو نتأكد. تعالوا نبص عندنا هنا ايه، ما عنديش ولا اي حاجة، ده كفر بلاستيك اوكي بيتفك، ما فيش اي مساحة تخزين، عندي تزويت مية مساحة وشكرا، لانها في الاساس البنيان بتاع العربية معمول للاحتراق الداخلي وهم اللي عملوا لها التغيير للبطارية. من الجنب اول حاجة هتاخدوا بالكم منها ايه، العتب برضو اللي معمول بالازرق عشان تبقى عارف ان دي الكهرباء على طول اول لما تبص عليها. نفس بالظبط المقابض اوكي هي بالظبط، والمرايات هنا عليها كفر بالرمادي شكله حلو ماشي مع العتب التحتاني وكروم حوالين الازاز. تعالوا نشوف الكاوتش، كاوتش كونتيننتال ومقاسه 225 55 18، مش عارف لو العربيه فيها ادابتيف سسبنشن، المواصفه بتقول ان فيها ادابتيف سسبنشن، ادابتيف ام سسبنشن كمان اللي نازل مع العربيه دي، هيبان لما نحطها في الانماط ونشوف السيستم من جوه بيقول ايه يعني. ولكن الجنط شكله عادي وبرده حوالين علامه بي ام دبليو الحته الزرقاء عشان تبقى عارف ان دي الكهرباء، هم مركزين قوي ان انت تبقى مميز ان دي كهرباء. من الظهر مفيش اي فرق في الانوار، الانوار هي بالظبط مفيش اي اختلاف فيها، عندي برده السبويلر الكبير من فوق، ولكن طبعا زي برده الاكس 1 اللي فاتت ما كانش فيه اي فتحات، هنا مفيش اي فتحات اكيد، وعندي برده الحتت اللي بالازرق من هنا وعلامه اي اكس 1 وبرده حوالين علامه بي ام دبليو. في فرق صغير في الشنطة، الاتنين كهرباء برضه عشان تبقوا عارفين، شنطة الاحتراق الداخلي 540 لتر واعتقد دي 490، يعني في فرق 50 لتر اقل في الشنطة هنا، لكن مش هتحس بيهم قوي، مش ده الفرق الكبير. برضه عندك تقسيم الكراسي زي ما انتوا شايفين وباس ثرو، اماكن تثبيت من هنا، وبرضه عندي الرف من هنا وعندي الرف
اللي يكشف لك الشواحن وكل حاجه. اوكي عندي كالعاده الشبك بتاع بي ام دبليو جاي لي هنا، ما عندي مخرج 12 فولت برضو كويس عشان لو عايز توصل مكنسه. شنطه سهله الاستخدام وتحميلها سهل جدا. تعالوا نشوف الحته دي بقى اللي هي بتاعه الشحن، عشان دي حته مهمه شويه في العربيه. هنا الشحن الستاندرد الاوروبي، اوكي فدي على طول تقدر توصلها عندك، مش الصيني لان دي جايه من المانيا، فدي ظريفه شويه مش محتاج بقى الادابترز والكابلات الزياده. تعالوا نشوف المساحات الداخليه. اوكي نفس قاعده العجلات بالظبط، اللي هي تقريبا 2.7 بالترجمالي كويس. طبعا هنا ما عنديش امبيانت لايتس، لكن الفرش اللي ملخبطني هو لذرات، هو يعني شبيه الجلد، بس بي ام دبليو بتعمله كويس قوي هما واودي، ان انت مش هتعرف الفرق تقريبا. عندك الكاب هولدرز الرشق بس بقى جايه قدام احسن شويه عشان تعرف تسند ايدك. الانوار ال اي دي، اوكي طبعا مش عارف اقفلها عشان فاتح البيبان. ومن هنا عندي مخرجين تكييف في الكونسول ده، ويو اس بي سي، وهنا مكان تخزين نفق صغير قوي ما يسكرش. عندي شبكه من هنا، اوريكم كمان هنا الفتحه البانوراميه الكبيره، كبيره جدا يعني، بصوا هي ممتده لغايه هنا فهي برحه يعني ما فيش شك، بس بطيئه شويه. اوكي هنستناها. وطبعا فيها الجزء ده كمان بيفتح زي عاده بي ام دبليو، لو عملت كمان كليك كده كل بقى الستيريو ضرب يا جماعه كده، كل حاجه فتحت عندي. طبعا اكيد حلو انها تفتح عشان بتدي للسائق تهويه اكتر، بالذات لو مطرت هتمطر على دماغه. طيب تعالوا نشوف الخامه بتاعت الباب الخلفي من هنا. ما هياش، استنوا اقارنها بالقداماني. اه لا القداماني سوفت، هنا برضو بتخرفش بس مش البشع، بس مش سوفت برضو بيخلو. هنا برضو عندي جلد او شبيه الجلد. نظام الصوت في العربيه هارمن كاردن، وحلوه الحته دي يوسف انها مفرغه يعني، ادي يعني بنوفر وقت، والماسكه نفسها حلوه. تاخد ازازه كبيره في الحته دي، مساحه التخزين هنا مش قليله. ما عنديش كيك بليت. تعالوا نتفرج عليها من قدام، تعالوا نتفرج على العربيه من قدام بالظبط زي الاكس 1. الاحتراق الداخلي نفس المعامله بالظبط، شاشتين جنب بعض ملزوقين كبار جدا باي درايف احدثهم، اعتقد دلوقتي اسمه اي درايف 8. بعجله القياده برضو اللي فيها الكنترولز من هنا للشاشه دي، هفرجها لكم تاني. وهنا طبعا عندي بي ام دبليو بالازرق عشان تعرف ان دي كهرباء، وثلاثه سبوك برضو. وعندي من هنا خشب زي ما انتم شايفين عشان تبقى صديقه للبيئه، مع ان هم ضحوا بشجره كده، مش عارف ده خشب حقيقي ولا لا، بس ملمسه حلو قوي. اما الخامات طبعا كلها سوفت في العربيه وحلوه جدا. الكراسي هنا، الكراسي الاثنين فيهم ميموري وكمان فيهم مساج، وزي ما قلنا الصوت هارمن كاردن. وعندي من هنا الانوار الامبيانت بتاعه العربيه، بي ام دبليو شاطرين في الحاجات دي دايما بيعملوها كويس. لو بصينا برضو الكونسول الطاير اللي هو مش طاير قوي في حتة من هنا، لكن طبعا برضو مبني كويس جدا. وعندي هنا ايه حتة تكشف لك اللي جوه، هنا حتة صغيرة مساحة تخزين صغيرة جدا يعني تعملش فيها اي حاجة، تحط فيها لما وبتاع. عندك الانماط ونائل الحركة ماي مودز، وده برضو السيتنجز بتاعت العربية، يعني لو دوست ماي مودز كده على طول بصوا على الشاشة يطلع لي ايه، يطلع لي المودز على طول. ولو دوست الزرار التاني يطلع لي الحتة بتاعت درايف سيتنجز هتفرجوا عليها. كاميرات الرجوع برضو لو دوستها من هنا كاميرا خلفية. فيها بقى ايه؟ فيها الركن الذاتي تطلعك من الركنة البارلل والعمودي، وكمان تطلعك منها يعني تركنها وتطلعك، لان فيها الميموري والاسيست فيو. اوكي زي ما انتم شايفين وبتدور كالعادة. اوكي من هنا عندي الحتة بتاعت الوايرلس تشارجنج، كالعادة عندك الحتة دي عشان تدوس عليها التليفون بتاعك عشان يثبت في الحتة دي. عندك اتنين كاب هولدرز، مخارج يو اس بي سي، ومفتاح العربية البسيط جدا من هنا كل حاجة. العربية برضو فيها مساحات تخزين من هنا زي ما انتوا شايفين تقدر تحط فيها حاجات. وبرضو عاملين خط التكييف زي ما انتوا شايفين على حتتين مقسوم بالشاشة. اللاي اوت حلو وبسيط، وبتعجبني الحتة دي اللي بالاسود. درج التابلو، درج التابلو كبير بس مش متبطن. عندي من هنا الحته دي فيها الانوار ال اي دي اللي تلمسها في اي حته تفتح. اوكي والتحكم في فتحه السقف، والمرايه طبعا هنا ايه تعتيم الكتروني. تعال نتفرج بسرعه جدا على الشاشتين في 3 ثواني. سمعت الصوت بتاع هانز زيمر على طول كالعاده. احدث اي درايف ويدجتس من هنا. اوكي وممكن في اي لحظه اجي على عجله القياده وادوس الزرار واقول لها What charge remains in the car؟ شايفين؟
Please repeat your input. اوكي استنوا هنعيدها تاني يا جماعه هنعيدها تاني. What's the remaining range? What's the remaining range? The battery is 53% charged. In these conditions, your remaining range is 213 kilometers. Okay. هي بتسكت لوحدها انا مش فاهم ليه لا 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 ستوب كانسل ضربت لخمه خالص يا جماعه كانسل ستوب 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 اوكي كده رجعنا للمنظر بتاع الشاشه دي كده احنا حاليا في انهي مود تعال نشوف المودز اللي انا فيها انا كده في المود الرياضيه اوكي اول لما بعملها في المود الرياضيه بتغير لي الحته دي وبتغير لي الحته دي كمان اوكي لو حطيتها في المود التانية اللي هي efficient كل حاجة بتتغير أوكي الألوان كالعادة وبتلعب كالعادة هانز زيمر تعالوا نشوف الشاشة الرئيسية بسرعة جدا أجي أدوس على الزرار اللي تحت في الكونسول يجيب لي الحتة بتاعت الدرايفر اسيستنس والدرايف ترين والشاسي مفروض احنا قلنا فيها تعليق متغير ولكن ما عنديش أي تحكم فيه ممكن تغير الحتة بتاعت الانرجي ريكوبريشن اللي جاي لك مودريت لو أوكي ولكن لو جيت على ناقل الحركة اللي هنا عندي دايما بي اللي هو بيخليه ماكسيمم وكمان بيعمل لي وان بيدل درايفنج عشان كده ممكن تاخد منها مدى هما بيقولوا المدى الفعلي 380 ل 400 كيلو نرجع تاني للهوم سكرين اوكي كنا اتفرجنا على النظام قبل كده وممكن برضو لو حطيت العربيه في المود الرجوع تشوف الكاميرات فيها بارك بايلوت بتركن لوحدها اللي هو ريفرسنج اسيستنت وبتطلع نفسها من الركنه كمان وتركن موازي او عمودي عادي جدا فيهاش غير كاميرا واحده وتقدر تغير الزاويه بتاعتها كمان العربية فيها فانكشن سهلة ولذيذة وعندي الويدجتس طبعا من هنا عندي برضو الكلايمت مانيو كالعادة اللي هو مش اسهل حاجة بس على الاقل حاططهولي دايما من هنا وطبعا زي ما انتم شايفين الزونز الاضافية اجي بقى اجي على الحتة الشاشة اللي جنب السواق اوكي هي كده ابتدت تعمل البارك بايلوت يا جماعة كانسل باركينج كانسلد وراحت لفت البتاع اقول له كلوز مش عايز حاجة منك احطها في بارك انا قلقت كده بقت في بارك وكده جايبالي برضو الحتة بتاعت الركن الذاتي السرعة والقوة اللي مستعملها المدى وكل ما بغير المودز في الحتة دي مثلا بنقي سبورت هيجيلي تغيير في المنظر قداماني ولكن في اي وقت لو جيت كده ودوست الزرار اللي في اليمين في عجلة القيادة بيجيب لي كونتنت زي ما انتم شايفين اقدر اغير وانقل في الفيوز اللي عندي اوكي بقيت الماني سهل الاستخدام مش صعب اوكي وفي اي لحظة لو دوست مانيو تاني وبرضو اغير المود احطها في efficient عشان توفر لي طاقة بتغير كل حاجة تعالوا نجرب الـ iX1 X-Drive 30 اول حاجة على طول ممكن احطها ايه في بي مود في العربيات الكهرباء اللي هي بتدي لك الامكانية بتاعت الـ One Pedal Driving اللي هو انا بص لما برفع رجلي اهي رجلي اهي شايفينها العربية ما بتتحركش خالص خالص بتقف ودي اكتر حاجة بترجع طاقة الى البطارية فوق الارض المكسره فال 18ات بالبروفايل التخين حلوين مش محسسني بحاجه سامع شويه اصوات راتلنج خفيفه زي ما بيقولوا في الكابينه المهم قوي نتكلم على اللي بيسموه ايه ال NVH في العربيات اللي هو النويز والفايبريشن والهارشنس عشان دي اللي بتقيس لك التجربه كلها على بعض اوكي انا حاططها في انهي مود بقى ثواني يا جماعه حاططها في efficient على حسب يعني توقعي efficient ده مفروض يخلي التعليق بتاع العربية مش حاد جربته قبل كده وحطيتها في sport ما حسيتش بفرق تعليق قوي الصراحة يمكن تبان اكتر على الاسفلت لكن بالوان بيدل درايفنج لذيذ واللي سايق عربية كهرباء قبل كده هيعجبه جدا انا مش متعود عليه قوي طيب تعال نتكلم في مدى العربية ما اتكلمناش فيه قوي بيقولوا 440 بي ام دبليو بتقول ولكن كل الحاجات الواقعية بتقول ان هو حوالي من 80 ل 85% من الرقم اللي هو ممكن توصل معاك ل 380 كيلو ثواني بقى نستنى العربية فمش بطال ان انت توصل ل 80 او 85% من الاكسبكتد رينج لما بيقولوا عليه دايما المصنعين بيبقوا متفائلين شويه طبعا هي بتفرق جدا في الدول البرد الدول البرد ممكن تعاني اكتر في المدى اوكي ولو بصيتوا على لوحه العدادات اللي قدامكم فبرضو الريكوبريشن معمول في العربيه مودريت بخلاف ان انا مش حاططها في بي
اوكي. انا بس عايز اجرب حته السسبنشن دي يا جماعه. افيشنت، خليها سبورت تاني. سبورت يعني بتدي لك طاقه اكتر على طول، بتحسها تحت البدال، بتخلي البدال استجابته احسن. و زي ما تقولوا عجله القيادة بتتقلي، يعني نفس حاجات البي ام دبليو بتعملها، بس مش حاسس فرق في التعليق يذكر. ممكن يكون عشان وزن العربيه كله على بعضه تقيل، فمش حاسس فرق ان دي بقت مريحه اكتر ودي مش مريحه اكتر. يمكن انا مش لاقي لها تغيير زي ما شفته في السيتنجز، بس الكتالوج بتاع العربيه بيقول انه فيها. اوكي، ادابتيف ام سسبنشن بالاسم، يمكن دي مش كونفيجرد فيها، الله اعلم. ولكن كالعاده بقى كل العربيات الكهرباء بتدوس بتلاقي العزم على طول اللي هم رقم كبير قرب ال 500 نيوتن متر. عزل الصوت عند السرعة دي ما انت مش سامع اي حاجة تانية، خد بالك. فعند المرايات هتسمع صوت هواء واضح كمان. اقل من كده 140-120 الدنيا بتتحسن. الازاز هنا مش دبل، ولكن تعالوا نشوف اخرها، بيقولوا 180 كيلومتر في الساعة مقفولة طبعا، بتلعب توصل لهم طبعا بسرعة. وزن العربية أكيد باين برضو، ما زلت مش قادر أعرف لو العربية فيها Adaptive Suspension ولا لا. أنا مش حاسس إن فيها الصراحة، ما فيش فرق ما بين أي مود والتانية في التعليق بتاع العربية. نحطها في مود Efficient، أو استنوا في مود كالتانية عجباني أكتر، Expressive. دي بتعمل مساج على طول، الكرسيين فيهم مساج وبيطلع لك المساج مانيو. السيستم حلو قوي، وممكن تنقي المساج. ابتدى يوجع لي ظهري شويه يا جماعه، انا مش متعود على الحاجات الدلع دي. احنا عندنا العربيات فيهاش مساج. اوكي، نيجي لحته قياده العربيه ومتعه القياده. هل بيفرقوا عن بعض قوي العربيات الكهرباء؟ مش قوي، الفروقات مش كبيره قوي. هما مريحين نفسيا، انه بسيطه جدا الدنيا، بالذات لو انت حطيتها في وان بيدل درايفنج بتفيد قوي. وطبعا العربيه فيها كروز كنترول وفيها فانكشنز كويسه زي لين كيب ولين ديبارتشر، وبتقرا الشارع كويس قدامك. اوكي، باين وزنها كالعاده، ما عنديش حاجه مختلفه اقولها. في كتير من العربيات الكهرباء حتى وانت بتميل بيبان وزنها، بيبان بوضوح كمان انها تقيله. 2 طن على العربيه، 2 طن وانا في جواها اكتر من 2 طن و100، يعني انت بتتكلم باين الوزن، ما فيهاش هزار. بس كل بيجيبوا عربيات كهرباء بخلاف كام عربيه مثلا من ضمنهم البورشة تايكان، هم دول اللي بيفكروا في حاجه رخصتها. عشان تعرفوا رخصه العربيه دي في السنه كام؟ 2000 جنيه. لو دفعت فيها مبلغ كبير زي 3 وشويه، اوكي مش قليل، والمدى مش واو. استنوا نشوف المطب، لا تعليق مش متغير في العربيه دي اكيد. اخذت المطب بمنتهى الراحه اللي في الدنيا. فممكن اللي تدفعوا فيها في فتره الامتلاك اللي هم الاربع والخمس سنين يبقى ارخص من عربيه احتراق داخلي، نتيجه ان الرخصه بتاعتها مش غاليه خالص بالمقارنه باي عربيه. طبعا فيها لين ديبارتشر ولين كيب، وفيها فيتشرز كتيره طبعا زي كل العربيات الاوروبي، وبي ام دبليو اكيد مصنع كبير مفيش اي حاجه. المساج لسه شغال يا جماعه، مش عارف يا اما هيجي لي كساح يا اما هبقى متنعنش جدا بعد التجربه. اوكي، طبعا البول بتاعهم حلو لغايه لما توصل لايه؟ للاخر. الموتور الكهرباء دايما بيشحر في الاخر، خلاص بقى بصوا كده ليميت 182 متر، او ما بيقولوا 180 بس هتلاقي الانديكيتد يعني الواقعي اقل من 180. انا موصل دراجي ولازم تصدقوني لو قلت لكم انها كان 179 بالظبط، عشان المان دقاق جدا. ولكن فيها حته بي ام دبليو شويه، عشان اول ويل درايف اكيد ألذ بكتير. لكن برضو لما بتسيبها في الملف بقى بتبقى عايزه تكمل مع نفسها خالص، لان الوزن هو اللي حاكمها مش اي حاجه تانية. وعزل الصوت مش مبهر قوي، كنت احب بقى في دي عشان مش سامع اي حاجه، ما فيش حاجه بتغطي على الصوت، يعزلوه خالص بقى، تبقى تجربة معملية بحتة. ولكن فيهم راحة بال كبيرة جدا جدا. ولو عرفت توصل لشاحن سريع هتحط لك مثلا 250 كيلو بسرعة في الملفات، مساعدها انها all wheel drive اكيد، لكن بتتمايل وحاسس ان انا بفعص في الكاوتش، ده الاحساس بالظبط. لكن بتعمل اللي انت عايزه برضه. اوكي،
تعالوا نجرب التسارع ونشوف. تعالوا نجرب التسارع ونشوف. حطيتها في الوضع بي ليه؟ عشان ما تهربش ما تتحركش. فهروح دايس على طول على البدال وحطيتها في المود. استنوا، في المود الرياضيه، في المود الرياضيه، كانت في المود الرياضيه. دايناميك سيتنج فور بيور درايفنج بليجر. كدابين شويه. يلا، مفيش اي حاجه تانية تتعمل. بيقولوا 5.6 5.76 تمام جدا. تعالوا نعمل تجربة تانية في عكس الاتجاه بالوان بيدل درايفنج. شايفين وقفت ازاي؟ وهانز زيمر ملقلط معانا كمان مرة في عكس الاتجاه مع هانز زيمر. ست ثواني اوحش شوية، بس اتس اوكي يعني، قربت للرقم بتاعها خالص يعني. غلطت في حاجة، 2000 جنيه في الثلاث سنين الرخصة بتاعة العربية. قلبي مش عايز اقول لكم بدفع في الكيو في قد ايه، موضوع كبير قوي يوجع يعني. دي واحدة من الحاجات اللي ممكن تخليك تفكر تجيب عربية كهرباء بجد مش هزار، بخلاف الشحن اللي هو مثلا ممكن يكلف صاحب العربية 40-50 جنيه، اوكي؟ مقارنة بالبنزين. وكمان الرخص في العربيات اللي فوق ال 2000 سي سي بتدفع حاجات ارقام كبيره جدا. ممكن تلاقي ايه مع الامتلاك، تلاقي لا العربيه فرقت جدا. العربيه اتسرعت زي ما شفتوا في 5.76، هما بيقولوا 5.6 ممكن. الشحنه 46، ابتدينا ب 53 نزلناها 7% في القياده بتاعتي السريعه، وده اللي بيشرح ليه كتير قوي من كل الملاك العربيات الكهرباء تلاقي ماشي على 120 ما يغيرهاش. العربيه بيقولوا فيها تعليق متغير في الكتالوج، انا مش شايفه في النظام وما حسيتش بيه خالص. وزن العربيه طاغي جدا، 2 طن 100 وحاجه وانا جوه العربيه، ما بالك لما تحملها بكمان 400 كيلو بالعزال هتحس بوزنها جدا مفيش شك. هل هي بي ام دبليو؟ فيها شويه حاجات بي ام دبليو. حته هانز زيمر دي وكل الاصوات وبتاع حلوه، ولكن ممكن تقولوا في تعبير بالانجليزي ات جيتس اولد، يعني هي جيميكي شويه. اتس نايس جيم، بس مع الوقت بتهيالي ممكن تلاقي ايه الناس تبقى عايزه تطفيها. ولكن كل المودز اللي عاملينها برضو فيها تشغل المساج وتعمل لك حاجات، كل الحاجات دي ممكن تعمل لها كاستمايزيشن من اي درايف جيد جدا، مفيش اي حاجه تتقال عليه. بي ام دبليو لسه شويه في الحته دي ورا مرسيدس. انا شايف ان مرسيدس اندستري ستاندرد اصبحت هي اللي تقاس عليها كل الانفوتينمنت سيستمز، بس التغيير حلو جدا. اوكي، فلو حسبت المدى بيقولوا 380 بشحنه سريعه صاحب العربيه بيسافر بيها الجونه، يعني يقف مرتين ياخد كده ايه 250 كيلو في السريع يخلصوه ويبقى قطع المسافه مستريح ووصل. بس ده كان ريفيو للبي ام دبليو اي اكس اكس درايف 30 الكهرباء بجاكيت الجلد. بس لو عجبكم الكلام ده اعملوا لايك وسبسكرايب ونتقابل في العرض القادم. سلام.